السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد عدلان من موقع دولفين أرتس دوت نت. إن شاء الله هنبدأ النهاردة سلسلة جديدة اللي نشرح فيها إن شاء الله الـ HTML. هنبدأ مع بعض، عبارة عن كورس كبير بيتكلم عن الويب ديزاين. أولها هنبدأ بالـ HTML اللي هي هايبر تكست مارك أب لانجوج، وإن شاء الله هنكمل بعديها على CSS اللي كاسكيدنج ستايل شيتس، وإن شاء الله نعمل مع بعض سكريبت كامل وكل الناس هتشتغل فيه إن شاء الله عبارة عن بروجكت بعد ما نخلص الكورسين دول HTML و CSS. نبدأ مع بعض النهاردة إن شاء الله بأول درس من دروس ال HTML. بسم الله، احنا عاوزين حاجة أساسية معانا هتبدأ معانا في الكورس ده، هنستخدم فيها النوت باد عشان نبدأ نقدر نشتغل، وهنستخدم الفايرفوكس عشان أقدر أعرض ال HTML اللي أنا هشتغل عليه. تمام، ال HTML فايدته ايه؟ فايدته إن أنا ببني بيه الموقع بتاعي. مفيش موقع في الدنيا هيتبني الا باستخدام ال HTML. اوكي، اول حاجة هنفتح البرنامج اللي احنا عاوزينه اللي هنشتغل بيه اللي اسمه نوت باد بلس. اهو يعني اقدر انزل البرنامج ده من على الموقع بتاعه نوت باد بلس. هكتب نوت باد بلس على جوجل هيلاقي البرنامج على طول، هنزله برنامج فري لأي حد. اول حاجة عشان اتكلم على ال HTML، ال HTML دي مثلا انا لو جيت مثلا كتبت مثلا كده HTML slash HTML وبعد كده جيت هنا كتبت head slash head، بعد كده جيت هو جوه الهيد هنا تايتل سوري سلاش تايتل، بعد كده هاجي هنا كده بودي سلاش بودي وقفلت. ايه اللي انا عملته ده؟ دي الصيغة الأساسية لل HTML. عشان أبني أي موقع HTML لازم يكون عندي الحاجات دي أساسية محطوطة موجودة عندي في الموقع. طيب إيه لازمتها؟ أول حاجة عشان أعرف الجهاز بتاعي أو المصفح بتاعي إن أنا هشتغل HTML لازم أكتب في الأول، أفتح قوس أكبر من ال HTML عموما. عشان أكتب عموما لازم أعمل إيه؟ بروح فاتح قوس وبعد كده أقفله، وبعد كده القفلة بتاعته بتكون زي كده، وهنا بقى بيكون أي كان اسم التاج اللي أنا بكتبه كده، مثلا اي رقم، مثلا نحط مثلا علامات استفهام وليكن. تمام، وبقفل اللي هي علامة السلاش، وبعد كده علامات الاستفهام الباقية، وانا كده فتحت التاج وقفلته. اوكي، ده لأي تاج موجود في ال HTML. في بعض التاجات هتكلم عليها ان هي ملهاش قفلة، هنتكلم عليها لما نوصلها بإذن الله. يبقى دلوقتي احنا بدأنا أول حاجة كتبنا سوري السلاش ده مش موجود، مش موجود. كتبنا أول حاجة ال HTML. تمام، وبعد كده قفلناها بالسلاش HTML. انا كده عشان اعرف المتصفح بتاعي ان انا هشتغل HTML. تمام، تاني حاجة بفتح الهيد. الهيد ده عبارة عن رأس الصفحة اللي هو بيحتوي عن عنوان وكذا حاجة تانية هتكلم عنهم دلوقتي، بس انا دلوقتي بشرح الاستراكشر الرئيسي للموقع بس. تمام، ده بيحتوي على الهيد ده بيحتوي على ايه؟ التايتل، اسم الصفحة. يعني لو جيت مثلا هنا كتبت مثلا my first web page كده كتبت، انا قلت له هنا دي الصفحه الرئيسيه، اول صفحه ليا. تمام، لما نيجي نحفظ دلوقتي هوريكم هنحفظ ازاي، هوريكم ده هيتعرض فين التايتل بتاع الصفحه بتاعتي. اوكي، بعد كده بقفل الهيد، قفلت الهيد خلاص. انا اول حاجه فتحت الهيد وقفلته، التايتل جواه فتحته وقفلته. اوكي، اي حاجه افتحها لازم اقفلها على طول. بعد كده البادي، البادي عندنا ده المكان اللي بكتب جواه في المنطقه دي هنا كده، اقدر اكتب كل الاستراكشر والداتا اللي انا عاوز اكتبها جوه السايت. اوكي، اي حاجه ممكن اكتبها جوه السايت هنا كل ده هيتكتب عندي، هيظهر جوه السايت. يعني مثلا لو كتبت مثلا this is احمد here تمام from start idea team we love to learn with you HTML.
يبقى كده السطر ده هيظهر لي جوه الهيكل بتاع الموقع بتاعي. هنحفظ عشان احفظ العمل بتاعي، ودوس فايل سيف از، بختار مثلا سطح المكتب ولا بلاش سطح المكتب. عشان ابدأ اي شغل ليا لازم اعمل فولدر، تمام؟ الفولدر ده هحط فيه الشغل بتاعي. اوكي، الفولدر اللي عندي هنا دلوقتي عملت فولدر عندي اسمه HTML، كلكم تعملوا كل واحد فيهم عنده فولدر يسميه HTML course start idea، هنحط جواه كل الشغل بتاعنا، تمام؟ مثلا هنا هفتح اعمل نيو فولدر جواه listen 1. اوكي، هنحط جواه اللي احنا الصفحة اللي احنا عملناها دلوقتي. اوكي، هختار المسار HTML listen 1، هنحفظه مثلا نسميها اندكس، وقول انا ليه انا اخترت الاسم ده بعد كده دوت اتش تي ام ال. اوكي، سيف، الموقع بتاعي اتحفظ دوت اتش تي ام ال. لو انا جيت دلوقتي فتحت الفولدر بتاعي اللي انا فيه، جيت فتحت صفحة الاندكس اللي انا عاملها دلوقتي، احنا كنا كتبنا هناك، افتح دي واصغرها لكم عشان تشوفوا. اول حاجة كتبنا هنا في التايتل، جينا احنا كتبنا ماي فيرست ويب بيج، التايتل بتاع الصفحه بيظهر لي هنا على طول، يبقى ظهر لي على طول مكتوبه كلمه ماي فيرست ويب بيج. اوكي، لما جيت كتبت في البادي اللي هو جسم الموقع بتاعي، كتبت فيه ذيس از احمد هير فروم ستارت ايديا تيم وي لاف تو ليرن ويز يو اتش تي ام ال. اوكي، ده الكلام ده عندنا ظهر في الصفحه او مكان ظهور الموقع بتاعنا. اوكي، دي بدايه بسيطه كده عن الاتش تي ام ال. ان شاء الله هبدا دلوقتي نتكلم معاكم ليه احنا كتبنا الاستراكشر ده، وايه ناقص الاستراكشر ده، وايه فايده، ايه الحاجات اللي ممكن نضاف في كل حته زياده. اوكي، قبل، لو حد فيكم استخدم اتش تي ام ال قبل كده هيلاقي اول كلمه مكتوبه في الاتش تي ام ال مش اتش تي ام ال، في جمله بتتكتب قبلها اسمها دوك تايب. اوكي، بنلاقي مكتوبه على طول كده دوك دي او سي تايب بدون مسافات. اوكي، اتش تي ام ال. اوكي، بعد كده قفلها. لازمتها ايه؟ في قبل هنا علامة تعجب. لازمتها ايه الدوك تايب دي؟ دي بتعرف لي نوع الوثيقة اللي عندي، يعني المتصفح هيعرف انا شغال انهي اتش تي ام ال. في خمس اصدارات نزلوا من الاتش تي ام ال، اتش تي ام ال 1، وبعد كده نزل بعديها الاتش تي ام ال 2 والاتش تي ام ال 3، هي 1.4 تقريبا كده. هنوصل لغاية الاتش تي ام ال 4، دي اطلق عليها اللي هي اكس اتش تي ام ال، تمام؟ فيها بعض الاختلافات عن ال HTML العادية، تمام؟ وفي بعد كده بنخش على ال HTML 5. ال HTML 5 بيتعرف بالتاج اللي انا كاتبه دلوقتي هنا ده دوك، علامة تعجب دوك تايب HTML. انما بقيت ال HTML 5 وكده بيتعرف بسطر كبير بيتكتب فيه نوع الوثيقة، وبيكتب فيه بعض التاجز تاني كده، هي مش مهمة يعني، بس احنا افضل حاجة انت لما تيجي تعرف نوع الوثيقة بتاعتك عرفها لان هي HTML 5، هي احدث حاجة مش مشكلة، اكتب دوك تايب HTML. اوكي، هو كده عارف ان الوثيقة بتاعتك شغالة انت HTML 5. اوكي، طيب لما اجي انا دلوقتي عاوز اتكلم عن التايتل مثلا، في انا قلت ان في بعض الحاجات ممكن احطها مع التايتل هنا، الحاجات دي اسمها ميتا تاجز. ايه الميتا تاجز وفايدتها ايه الميتا تاجز؟ الميتا تاجز دي فايدتها ان انا ممكن احط تعريفات و تعريفات الموقع وكلمات دلاليه للموقع. طيب انا دلوقتي عاوز احط الميتا داتا دي او الميتا تاجز، بحطها فين؟ باجي تحت التايتل كده بالظبط، وبكتب ميتا نيم تساوي مثلا دلوقتي انا عاوز احط keywords. اوكي، يبقى انا كده هكتب كلمات دلاليه للموقع بتاعي content. اوكي، نساوي، بفتح القوسين بتوعي الدبل كوتيشن بتوعي، عندك مثلا بكتب هنا بين الدبل كوتيشن دول التاجز بتاعتي. انا بقفل بعد كده هنا الميتا. اوكي، اللي انا بعمله هنا يبقى ايه؟ انا دلوقتي قلت له ميتا، هكتب ميتا داتا، ميتا داتا. اوكي، ميتا داتا دي هتكون عباره عن كي ووردز عندي، الكي ووردز دي هتكون هي مثلا هنا لو جيت مثلا الموقع بيتكلم عن الرياضه مثلا سبورتس. اوكي، بفصل بكوما، تمام؟ بعد كده الامر اللي بعد كده مثلا اقول له مثلا فوتبول،
اوكي. بعد كده مثلا افصل بكوما واقول له مثلا اقول له ايه تاني، بول مثلا لو حد بحث على بول، لو حد بحث على مثلا ميسي. اوكي anything اي حاجه لايك يعني شبه كده. تمام. مثلا لو جيت دلوقتي حد بحث على جوجل كلمه سبورت، المفروض ان انا يطلع لي في الموقع، يطلع الموقع بتاعي في دلائل البحث بتاعته. هي دي فايده ميتا الكيوردز. اوكي لو انا جيت بقى عملت دلوقتي حاجه اسمها ميتا نيم، برضو نيم سوري، بس ما اخترتش كيورد، اخترت عندي دلوقتي ديسكريبشن. اوكي ترو ديسكريبشن بتاعها وكونتنت. مثلا كتبنا في كونتنت بتاع الديسكريبشن عندك مثلا الموقع بيتكلم عن الرياضة زي ما قلنا مثلا، يبقى أول حاجة السايت بتاعه مثلا هيبقى ايه، سبورتس فور اول مثلا، سبورتس فور اول. اوكي مثلا الديسكريبشن بتاع الموقع مثلا نقول ايه، بيرفورم سبورت ولا ايه مثلا، all kind of sports، يعني مثلا زي مثلا اي موقع مثلا زي ستارت ايديا مثلا، احنا كاتبين عندنا الهاشتاج عندنا تحت في الستارت ايديا او الديسكريبشن بتاعنا الستارت ويز اس صح، يعني عندنا مثلا ستارت ايديا بنكتب تحتها ايه، ستارت ويز اس، هي دي بالظبط الديسكريبشن بتاع الموقع، بحيث اي حد برضه حد بحث عن جوجل بيظهر اسم الموقع بيظهر تحته تعريفه او اللي هو الديسكريبشن بتاعه يعني تعريفه اللي هو بيظهر الكلمه دي all kind of sports. اوكي يبقى كده احنا خدنا نوعين من الميتا تاجز، الكي وورد والديسكريبشن. اوكي في نوع تالت اللي هو نوع صاحب الموقع او اسم المؤلف اللي عمل الموقع، برضه ميتا نيم تمام يساوي author. اوكي المؤلف author سوري. اوكي بعد كده content يساوي بكتب فيه مثلا اسم المؤلف، هنا عندنا دولفين ارتس. اوكي وده قفلت الميتا. يبقى احنا كده ضفنا ثلاث حاجات في الميتا عندنا، الكي ووردز اللي هي الكلمات اللي هيبحث عنها اي حد عاوز يلاقي او انا عاوز الموقع بتاعي يظهر له لو بحث عن كلام ايه، الديسكريبشن اللي هو وصف الموقع بتاعي زي ستارت ليتس ستارت ويز اس زي بتاعت ستارت ايديا او ذا ارت اوف كرياتيفيتي زي بتاعت دولفين ارتس، والاوثر ده اسم الاسم الكاتب او اسم المؤلف بتاع الموقع ده او صاحب الموقع. اوكي دول اشهر ثلاث حاجات انا بستخدمهم في الميتا. تمام في استخدام تالت بس مش هتكلم عليه دلوقتي لما اجي نوصل له، هو استخدام ان انا بستخدم الميتا دي عشان احول من صفحه لصفحه تانية بعد تايمر معين، بعد وقت معين 5 ثواني 10 ثواني ربع ساعه وقت معين حد فتح الصفحه دي يحصل له ريفريش زي صفحه المتواجدون الان في اي منتدى في بي بيحصل لها ريفريش كل دقيقه بيطور بحاجه زي كده. اوكي دلوقتي احنا كتبنا الثلاث سطور دول، الثلاث سطور دول مش هيظهروا لي في الكود بتاعي، اللي بيظهر لي في الكود بتاعي كل الحاجات اللي كتبتها جوه البادي تمام، انما الحاجات اللي انا كتبتها جوه الهيد دي بتظهر للي بيبحث عن الموقع بيظهر له اسم الموقع كذا، يعني الكي ووردز اللي كتبتها لو بحث عنها بيلاقيها هناك كده، يعني دي حاجات بتساعد في البحث عندنا. انا مش هتكلم كتير النهارده في ال HTML، انا دلوقتي لسه ما بداتش خالص، انا دوبك بس عرفتكم على الاستراكشر الرئيسي بتاع ال HTML واللي هو بيكون من HTML وفتحه وقفله، وكذلك الهيد فتحه وقفله، والتايتل فتحه وقفله، وكذلك البادي فتحه وقفله، وكلمنا عن الكود اللي اسمه ميتا اللي هو بستخدم فيه الكي وورد والديسكريبشن والاوثر تمام. اللي بقى الكي وورد دي اللي الكلمات اللي بيبحث عنها اي حد عشان يوصل للموقع، الديسكريبشن هي وصف الموقع ده بيتكلم عن ايه، الاوثر ده هو مؤلف الموقع. بعد كده نوع الوثيقه ده اول حاجه بتتكتب طبعا في الوثيقه خالص عشان اعرف دي فايدتها ان هي بتعرف المتصفح تقول له اللي هيشتغل عليك دلوقتي ده اتش تي ام ال، لا مش بس هو اتش تي ام ال ده هيتكلم كمان اتش تي ام ال 5 كده عشان بالشكل ده يبقى اتش تي ام ال 5. اوكي انا مش هستخدم طبعا حاجات الاتش تي ام ال 5 كلها، انا هتكلم حاجات الاتش تي ام ال الستاندرد اللي احنا كنا بنتعامل بيها، الاتش تي ام ال 5 ادفانس شويه ان شاء الله لما يخلص وربنا لو فكر ربنا كرم ان شاء الله وقدرت ان انا اوصل لكم ان شاء الله. اوكي نتقابل ان شاء الله في الدرس اللي جاي هنبدأ نتعامل مع اكواد ال HTML كويس احسن اكتر من كده. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل،
شكرا لكم، واتمنى انتم تكونوا استفدتوا بالدرس. شكرا، مع السلامه ورحمه الله وبركاته.